تصدق وحشتني؟ أخيرا حد افتكرني. ازيك يا فتحي؟ فتحي خلاص يا نوجة، فتحي خلاص اتجنن. أنا اللي كانت الدنيا كلها تيجي عندي تروق مزاجها بقيت مرمي رمية الكلاب ولا حد بيسأل عني. حقك عليا، بس انت عارف ان انا مفيش في ايدي حاجة. انا نفسي اعرف انا عملت لكم ايه عشان تعملوا فيا كده. طمعانين في الكباريه خدوه، الفيلا خدوها، الفلوس خدوها، جبتوا الجحود ده كله منين؟ حتى ابني ما صعبتش عليه، حصعب عليك انت. سامحني يا فتحي، انا هعوضك عن كل ده. ازاي يا نجوى؟ ما هو مش معقول الحنيه هي اللي جابتك هنا، ده انا حافظك. سمير ابنك ماشي في سكه مش ولا بد، هيدمرنا كلنا، عايز يبيع نص الكباريه وانا مش عارفه اعمل ايه، ومش عايزه حد غريب يحط رجله في المكان، وانت عارف ليه طبعا. غبي، انا معيش سيوله اشتريه وما يلزمنيش اصلا، ومش عايزه حد غريب يحط رجله في المكان علشان مش هنعرف نشوف شغلنا كويس. كل يحلها لك. ايدي على كتفك. تطلعيني من هنا. ماشي، تطلقني واخرجك على ضمانتي. اوي اوي، انا موافق. ببساطه كده يا رايق؟ ده انا بقالي شهور بتحايل عليك وببوس ايدك عشان تطلقني. الدنيا اتغيرت يا نوجة، خلاص لازم اخلي بالي من اكل عيشي قبل ما يخربها ابن الموكوسه ده. ايه اللي انت جايبه ده؟ جايبه لك ورد. بدل ما تجيبي لي ريش بتل ومشويه حلوه ترم عظمي، ورد. مش شايفاه كبير عليا يا عمده؟ بسم الله يا اختي. خشي يا اختي، انت اللي لسه صغيره في بوقك البزازه. ده عبد الحميد اصبى منك، ده قمر. ده انت هتبقي مرات عبد الحميد به العطار تطولي، ولسه لما يخش البرلمان تبقي حرم النايب. امال ايه؟ كمان بتتنططي ومش عاجبك وهو ابيض كده ومزهزه وعينيه ملونه زيك، هتخلفوا عيال صفر. تفتكري قادر على كل شيء؟ عارفه يا بت، ها عبد الحميد ده حياة النعمه اخويا قمر وهيسعدك. وبعدين ما تنسيش يا اختي بتتنططي عليا قوي كده، ها ما تشوفيش روحك تكنيله. انت عارفه انت كنت متجوزه مين؟ معتصم. جوازي من معتصم كان ليه ظروف انت عارفاها كويس يا عمده، والحمد لله هو راح لحاله. طيب يا اختي قوليني يا بت، قلتي ايه؟ موافقة بس هقول لك. انت هتبسبسيلي كمان كتكنيله، ده عبد الحميد. ايه؟ قولي موافقة وخلاص وانا هخلص كل حاجة. مش معنى اني هكون في مصر اني مش موجود هان، لا. انا رايح مصر عشان اظبط الشغل الجديد. ومين اللي هيظبط شغل القبيلة؟ برجي. راجل اختي. ذراع اليمين واخوي الصغير. ان كان علينا ما عندنا مانع. مانع؟ مانع ايش؟ هنجيبكم هان عشان اسمع رايكم. انا جاي عشان ابلغكم وانتم سامعين الطاعه. ما حدا قال شيء يا شيخ. سمعت عبادة يقول ايش؟ والله ما نقصد شيء يا شيخ، نحن نحكي. انتهينا انتهينا، مش فاضيين الحكي هذا. امرك نافذ يا شيخ بالاذن. برقي، عايزك تبيض وشي. رقبتي يا شيخ. ما تعامل الناس بالطيبة، الناس ما تسمع كلام الطيبين، الناس تسمع كلام اللي يخافوا منهم. تفهم؟ افهم. الصبر ايش يعمل مع المجازين، والقلب شايل قد ما هو شايل. دي غزالة شردة وطلها نابت بيه، خلاها دمها عالرمال سايل. الحق حق وخيبة عالي يسيب، الذيب
يلف ويجي يتحايل. لو بس تحكي لي. احكي لك ايش يا بنيتي؟ حكاية العمة فريحة اللي ليل نهار تغنيها علينا وفي كل مرة تدمعي وكأنك بتقوليها لأول مرة. لو حكيتك أكون خنت الأمانة. وحكاية تأمنتك يعني؟ الحكيش لو كانت عايشة كانت أمانتني، بس ما الحكيش. أفضل منتظرة تحكي لي يا عم. يا الله، تعرفي أنا ليش بحبك؟ لأنك تشبهيني. دايما تقولي لي هالحكي. ربنا ما يكتب عليك اللي انكتب عليها يا بنيتي. حامل؟ مجرد إحساس، لقيت حاجة متغيرة ما تعودتش عليها قبل كده، قلت جايز يكون حمل. وانت يعني فاكرة يا حبيبتي إن أنا مش عايز يكون لي ابن منك؟ حتى لو ما كنتش بفكر في موضوع الخلفة ده من أصله، إنما منك انت يا مريم أكيد هيبقى له طعم تاني. الحكاية وما فيها بس إن أنا يعني خايف عليك. خلاص خلاص يا سليم، ما تخافش، الدكتور أكد لي إنه حمل كاذب، بس عموما كنت عايزة أشوف رد فعلك. بس تخيل، كان نفسي أكون حامل منك. حمل إيه وعيال إيه وإحنا في السن ده؟ سوري، آسف يا حبيبتي، أنا ما أقصدش والله الحكاية، بس زي ما قلتلك أنا خايف عليكي. بعدين أنت ما عندكيش فكرة عن تعب الحمل والولادة. لا يا سليم ما عنديش فكرة، يعني أنا كنت حملت ولا ولدت قبل كده علشان يبقى عندي فكرة. أحسن، والله العظيم أحسن، على الأقل عشان تفضلي زي القمر كده، وشك منور ما شاء الله. وبعدين كمان يا حبيبتي عشان نبقى براحتنا، نسافر نتفسح نتبسط، وأقدر أنا أدلعك بعيد عن العيال ووجع الدماغ. عموما أنا بحمد ربنا أني حسيت إحساس الحمل ده حتى لو بالكذب. أنت قد كده بتحبيني يا مريم؟ لا، أكتر بكتير يا حبيبتي. ربنا ما يحرمنيش منك أبدا يا مريم.